السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ملوكة؟ كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الهيت والويذر ايه؟ التشينجز، واتكلمنا عن الفرق ما بين الويذر اللي هو الطقس والايه؟ والكلايمت اللي هي الايه؟ المناخ بضم الميم، الايه؟ المناخ. فبنتكلم عن الهيت اند ويذر تشينجز، وقلنا ايه اللي الهيت ازاي بتأثر على الدنسي اوف اير. عندنا بقى معلومة تانية مهمة، هي الهيت humid and dry air. اتفقنا قبل كده ان الاير الهواء ممكن نقسمه على حسب وجود water vapor من عدمه، يعني لو في water vapor ولا لا. water ها vapor يعني في بخار مية ولا لا. لو في بخار مية هيبقى اسمه ها humid air. احسنت. اما لو ما فيهوش هيبقى اسمه دراي اير. خلاص. طيب احنا البشر بنحب اكتر الهيوميد اير ولا دراي اير؟ احنا بنحب اكتر الدراي اير على فكره مش الهيوميد. ليه بقى؟ هنقول دلوقتي. اذا الهيوميد اير بالنسبه للبشر بيضايق ليه بقى؟ احنا لما الجو يبقى حر بنعمل ايه عشان نفقد حراره؟ بنعرق. طيب انا دلوقتي هعرق، يعني نرسم خطرات الايه العرق اهي لا جو ما لناش دعوه، دي مش حر وبارد. لا هيوميد اير يعني في بخار ميه، دراي اير يعني ما فيهوش بخار ميه، مش لازم يبقى حر وبارد. خلاص. المهم لو الاثنين حر خلاص، فانا هعرق هنا وهعرق هنا صح. طيب لما الهواء اللي حواليا يبقى مليان ووتر فيبر، المفروض احنا ازاي بفقد حراره؟ لما بعرق العرق ده بيتبخر، بيحصل له ايه؟ ايفابوريشن. فبياخد حراره من جسمي تاني. انا جو حر دلوقتي، عايز الوز انرجي ولا الوز انرجي ولا عايز اجين انرجي؟ عايز الوز عشان انا حران. طب الوز انرجي ازاي؟ بنعرق. طب بعد ما نعرق يبقى عندنا قطرات ميه كده على جبهتنا كده وعلى ايدينا وعلى الجلد. القطرات دي عشان تتبخر محتاجه ايه؟ تسحب انرجي. مش هي كانت ليكويد؟ أيوة. عشان تبقى فيبر عايزه انرجي. تجيب الانرجي منين؟ من جسمي. فبالتالي جسمي بيسخنها فهي تتبخر. كده يبقى سحبت حراره منين؟ من جسمي، وبالتالي ابقى مبسوط ان انا ما سخنتش. طيب الميه بقى تتبخر تروح فين؟ الهواء. طب نفرض الهواء مليان ميه اصلا، مش هيرضى يقبل ميه زياده، وبالتالي مش هنعرف نعمل ايفابوريشن. يبقى هنعرق من غير ما نعمل ايه؟ ايفابوريشن، من غير ما نلوز انرجي، يعني نفقد ميه بس من غير ما نفقد الحراره. فتكون النتيجه اولا هنبقى حاسين ان احنا ملزقين. عارفه في اليوم ده ليه ملزقين؟ عشان العرق. طيب ومش عارفين نفقد الحراره فعمالين بنسخن، فجسمنا يبقى احمر وسخن وملزق. انت تحب الحكايه دي؟ يبقى فورا مش عارف تاخد نفسك. انا بقى في الدراي اير لما هعرق خلاص، دراي اير هو ساقع ولا يوم اير انا جو ساقع؟ ايوه عادي. لو رحنا مثلا في الشتاء في الصحراء، ها ايوه جو بارد وايه ودراي، فعادي. انا بتكلم بقى لو احنا في الصحراء في الحر اللي هنعرق، هنعملها بريشن عشان الجو دراي، لان الجو اصلا ما فيهوش ميه فهو عطشان الجو، فياخد مني ميه كتير وبالتالي يبقى دراي. خلاص كده. يبقى احنا كهيومن بينج بنحب اكتر الهيوميد اير ولا الدراي اير؟ الدراي. وفهمت ليه دلوقتي؟ لان الدراي هيسحب، اقدر اديله ميه لما اعرق. طيب مين بقى فيه ووتر فيبر ومين ما فيهوش؟ هقول كده، في الووتر فيبر الهيوميد اير فيه، انما هنا ما فيش او قليل. طيب مين فيهم بقى هيبقى الدنسيتي بتاعته اكتر او اقل؟ يبقى احنا بنتكلم على الدنسيتي. قبل ما تجاوبي افهمك حاجه، الميه لما هتدخل جوه جزيئات الهواء هتبعدها عن بعض. ليه؟ هتبقى بينها، فهتبعدها عن ايه؟ عن بعض. يبقى انا ايه اللي هيحصل في الدنسي؟ الهيوميد هيبقى قليل صح. فتلاقي في الدنسي كنت متوقعه العكس، انا عشان كده قلت لك الحته دي. يبقى لما الهواء بيبقى دراي جزيئاته قريبه من بعض، لما بيبقى هيوميد الووتر فيبر مولكيولز بتدخل جواه وتزق تبعدهم عن ايه؟ وبالتالي مين عنده دنسيتي اعلى؟ مين عنده دنسيتي اعلى؟ الدراي.
صح، يبقى دراي اير عنده higher density، اما الهيوميد اير عنده ايه؟ lower density. عشان كده بقى لما تعالي نطبق الكلام ده على مثلا سطح البحر، هي دي الارض، في هنا water، الحته دي بس كده. لما تسقط أشعة الشمس اللي هي تحمل الحرارة والإيه؟ الإنارة. والإنارة، فجايبة لها thermal energy، فالمية تسخن خلاص، هيحصل إيه بقى؟ هيتبخر. طيب ولما هيتبخر يبقى الهواء ماله؟ راتب يعني الدنسي بتاعته كتير قليلة، قليلة، وبالتالي يعمل ايه؟ يطلع فوق برضو، غير انه سخن لانه هو ده اللي ملامس للايه؟ للميه اللي سخنت، مش الثيرمال انرجي هتسخن الميه، فيبقى حاجتين بقى، بقت سخنه وورم وهيومد، وده يخليها تبقى دنسي بتاعتها مالها؟ قليلة، وبالتالي تعمل ايه؟ تموف اب خلاص؟ في حين لما تبقى الدنسيتي، لما يبقى دراي الدنسيتي تبقى ايه؟ تبقى كتير. طيب ده بقى ليه تطبيق مهم جدا بقى، ركزي في الحته دي. اذا الشمس جت، احنا هنا في حته ساحليه كوستال مارجن، هنا في حته ساحليه على الساحل، فده بحر. لما الثيرمال انرجي جت هتسخن الميه اللي على السطح، فلما تسخنها هيحصل لها ايفابوريشن، evaporation يبقى الهواء يبقى ماله؟ هيبقى صح، هيبقى لا سخن الاول وور من تحت، وكمان في نفس الوقت ايه؟ هيومد. ومبدئيا كده لما يبقى وورم الدنسي بتاعته ايه؟ قليله، ولما يبقى هيومد برضه قليله، وبالتالي ده هيبقى اخف، هيعمل ايه؟ يطلع فوق، هيطلع لفوق صح كده؟ طيب لما يطلع لفوق كل ما بنطلع فوق الجو بيبرد ولا بيسخن؟ بيسخن عشان بيقرب الشمس. لا، احنا اتفقنا ان اصلا اللي بيسخن، اللي بيسخن الهواء هو الارض، الارض اللي بتاخد الحراره فبتسخن، فبتسخن الهواء اللي جنبيها، وبالتالي طبقات الهواء، لو افترضنا ان الهواء لغايه هنا، كل من اول هنا لهنا ده هواء، اسقع هواء اللي هيبقى فوق، عشان مش ماشي ماشي؟ لان اللي بيسخن الشمس بتسخن الارض، والارض هي اللي بتسخن الهواء بعد كده. يبقى ساعتها بقى مين يبقى فوق، كولد ولا وورم؟ فوق كولد. الورم هيوميد اير ده هيطلع لايه؟ لفوق. فلما يطلع لفوق ويقابل سطح كولد يفقد ولا يجين، يعني لوز ولا جين انرجي؟ لوز. ولما يلوز انرجي يتحول من ووتر فيبر لايه؟ لكلاود. لكلاود صح، تعمل لي بقى كلاود كويس. طيب والكلاود دي بعد كده يحصل منها ايه؟ precipitation، تمطر. طيب لحظة بقى، في نقطة غاية في الأهمية. لو إن الحتة دي بقى، احنا كده فهمنا اللي حصل دلوقتي. طيب السطح ده بقى عندي حتة يابسة، يابسة يعني أرض خلاص، مش ميه، ساند بس، رمله زي الرمله اللي على البحر. يا ترى بقى في فرق في التعرض للثيرمال انرجي ما بين دي وما بين دي؟ ايوه طبعا، الثيرمال انرجي هتيجي للاثنين صح؟ اهي جات لي دي وجات لي دي. يا ترى بقى مين بيسخن اسرع وبيفقد حراره اسرع؟ مبدئيا ما انا هقول بقى المعلومه اهو. مبدئيا الميه بطيئه جدا في التغير في الحراره، محتاجه وقت كبير علشان خاطر تسخن، ووقت كبير عشان خاطر تفقد الحراره. يبقى ربنا حط خاصيه في الميه مهمه جدا في الووتر، ان الووتر مالها بقى؟ بتجين هيت فاستر ولا سلوور؟ سلوور. وتلوز فاستر. لوز هيت لور،
يبقى الميه بطيئه وخلاص، تاخد ايه بالراحه، تتخن بالراحه وتسقع ايه بالراحه. انما الارض بقى لا، كينز ها هيت فاستر، ولما تفقد لوز هيت فاستر. السؤال بقى اللي هسأله لك، هما اصلا امتى بيجين وبيلوز؟ لو هتكلم على الليل والنهار day and night، هيجين امتى ويلوز امتى؟ هيجين في الصبح عشان الشمس، صح؟ يبقى ده بيحصل during day day time، انما بيلوز امتى؟ في الليل في النايت. وهنا برضو هيجين امتى؟ during day، وده هيلوز امتى؟ during night. طيب تعالى نتخيل ان احنا دلوقتي في النهار، احنا في النهار في شمس ولا في شمس؟ طيب هتدي ثيرمال انرجي، الثيرمال انرجي مين هيسخن الاول، الارض ولا الميه؟ نسخن اسرع الارض، الارض. وبالتالي مين هيبقى اسخن، الهواء اللي فين؟ اللي في الارض، الارض. ولا الهواء اللي جنب الارض، الهواء الملامس للارض، ولا الهواء الملامس للميه؟ اذا ده هيبقى اسخن، صح؟ يبقى انا هقول كده ده هنا هيبقى اسخن من ده، يبقى مين هيطلع الاول اكتر، الاول لفوق؟ الانسنت، صح. يبقى انا بقى دلوقتي هعمل كده، همسح دي دلوقتي، ونركز بقى الهواء اللي هنا حصل له ايه؟ سخن برد، بس لسه، بس مين اسخن اكتر؟ السند. يبقى لو هنقول مين هيطلع اسرع لفوق، السند. مش السند، الباي لا، الهواء. الهواء الهندسه. طيب ادي الهواء اللي عند السند طلع لفوق، وهنا ده طلع لفوق قليل كده، اصبح في منطقتين من الهواء جنب بعض، ماشي؟ مين اتفرغت من الهواء اكتر اسرع؟ يعني مبقاش عندها هواء، اللي جنب السند. وبالتالي الهواء اللي هنا يجري كده، لو سند فين انت دلوقتي؟ مين سخن دلوقتي، الشمس سخنت الميه والارض، مين يسخن الاول؟ الارض. الارض. فلما الارض يبقى الهواء اللي جنبيها هيبقى اسخن من الهواء اللي هنا، صح؟ وبالتالي انت حتى بتاخدي بالك لما تحطي، لما احنا على البحر رجلينا على الارض تبقى سخنه، اول ما ندخل على الميه مع انه متعرضين لنفس درجه الحراره، صح؟ ايوه صح، لان الميه بتاخد وقت كبير على بال ما ايه، ما تسخن. ما فكرتش في ده ابدا، ماشي؟ انما الارض لا، سخنت بسرعه. ايوه وضحت دي. طيب يبقى الهواء الملامس ليها هيبقى ايه؟ اسخن من هنا، من اللي عند الميه. وبالتالي يبقى الهواء السخن ده هيطلع، هيبقى الدنسي بتاعته ايه؟ قليله، وبالتالي وزنه قليل، وبالتالي هيطلع لفوق اسرع من ده لما بيطلع لفوق، ويطلع بس يبقى مين اللي طلع اكتر؟ الهواء اللي عند السند ساعتها، الحته دي اخبارها ايه؟ ما بقاش فيها هواء، ودي فيها هواء، ماشي. يبقى يمشي منين لفين؟ من اللي عند يبقى طب دي بقى حركه هوريزونتال ولا فيرتيكال؟ ده هوريزونتال، مادام هوريزونتال اسميها كارنت ولا اسميها ويند؟ ويند، يبقى اسمها ويند. يبقى تهب الرياح فين؟ اللي في الهوريزونتال. يبقى انا دلوقتي تهب الرياح فين؟ منين لفين؟ من عند البحر، البحر للميه. طيب عرفتي ليه انت لما بتقفي قدام البحر بتحسي فيها هواء كده بيطص في وشك؟ ايوه. جاي منين؟ من الحركه دي. أيوة. طيب ايه اللي خلى الهواء يعدي كده؟ فرق في الايه، في الحراره بتاعت الهواء، صح؟ فرق في الضغط وفرق في الحراره. طيب وايه اللي خلى في فرق في الحراره مع ان الشمس واحده وسقط عليهم واحده؟ ان هنا ووتر وهنا ايه، ساند، صح كده؟ وفي والموضوع مختلف في استجابتهم للايه، للحراره. مين بقى اللي حط هنا ووتر وهنا ساند؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلما نقول مين بيصرف الرياح، يعني بيخليها تهب من هنا لهنا او تهب من هنا لهنا، اقول الطبيعه، اقول النيتشر بتصرف الرياح؟ لا، هو اصلا مين اللي عمل الحكايه دي علشان خاطر الرياح تمشي؟ ربنا. وبالتالي بقى طيب تعال كده نتخيل ماذا لو، هنتخيل حاجتين ونبقى ان شاء الله كده خلصنا الحته دي. الحاجه الثانيه، ماذا لو احنا بقى الليل ليل دخل علينا الليل؟ ما هو ربنا هو اللي خلق الايه، الليل والنهار. طب عمل اختلاف الليل والنهار، يلا احنا بالليل. فعايزك انت تفكري بقى مين الاول، احنا during night
هنكتسب ولا هنفقد حرارة؟ يبقى الأرض والمية الحرارة اللي اكتسبوها هيبتدوا إيه؟ يسيبوها ويسقعوا. مين هيسقع الأول؟ مين هيسقع؟ آه بص على الرسمة دي الأرض برضو كده كده صح، وبالتالي تسقع الأول. إذن بقت دي كولدر صح؟ الأرض بقت أسقع، يبقى الهواء اللي جنبها بقى أسقع. الهواء اللي جنبها يبقى هناك اسقع، فما دام اسقع يبقى مين الهواء اللي هيطلع اكتر؟ دي ينزل ميه، بتاع الميه والهواء اللي هنا هيبقى تحت ويطلع اكتر، وبالتالي ايه اللي يحصل؟ دي الهواء يمشي كده يحصل تغيير في الايه؟ اذا حركه الرياح بالنهار ممكن تبقى غير بالليل. ايوه عشان كده بقى احنا بعد ما درسنا الحكايه دي نقدر نتوقع الطقس اللي هو الويذر الصبح هيبقى عامل ازاي وبالليل هيبقى عامل ازاي صح؟ وخاصة لا حسب بقى الحتت فيها ساحلية ولا مش ساحلية، هي حتت عند على سطح البحر ولا بعيدة عن سطح البحر، فهمتي؟ فهم بيتوقعوا بالطريقة دي. عشان كده كلمة بقى الايه؟ التوقع اللي هو forecasting أو forecast. يلا قلت هناخد حاجتين، دي حاجة الأولانية منهم، ركز معايا في دي، ركز معايا قربي. فور ها فور يعني قبل، يعني ان ادفانس، يعني مقدما في الاول ماشي. كاستنج يعني بلانينج، يعني تخطيط مقدما. يعني ايه بقى من الاخر تخطيط مقدما دي؟ يعني ايه تفهمها تاني؟ يعني ايه فوركاستنج؟ فوركاستنج يعني انا اخطط واعمل بلانز وخطط قبل ما الحاجه ما تحصل. توقعات دي توقعات خبراء الارصاد الجويه بقى نستخدمها كده. خد بالك البسوا تقيل النهارده علشان خاطر بالليل هيحصل كذا، خدوا معاكم شمسيات عشان ممكن يحصل رين، ممكن مش عارف ايه. ايوه دي اسمها ايه بقى؟ الفوركاستنج. طيب هل اللي احنا بنقوله لازم يحصل؟ لا، بس اللي ربنا كاتبه لازم يحصل، لان علمنا بالنسبه لعلم ربنا ما له، احنا علمنا قاصر. علم ربنا بس ايوه ربنا كده كده عليم سبحانه وتعالى، يعلم كل الاشياء جزئيات وكليات، عمر ما علمه يبقى غلط خلاص. فربنا كاتب ان في مطر يبقى في مطر. احنا ساعات بنقول ايه؟ بنسبه 85% ده نقول 100% يحصل مطر، لان ممكن توقعاتنا ساعات ايه تخطئ وساعات تصيب خلاص. بس احنا ازاي قدرنا نتوقع؟ عشان دراستنا للايه؟ مين بقى اللي بيدرسوا الحكايه دي؟ دول الناس اللي عندهم اللي اسمهم meteorologist. meteorologist طيب هنقسمها بقى meteor ماشي ولوجي واست. است يعني متخصص، scientist مثلا متخصص في العلوم، البيولوجيست متخصص في الاحياء صح كده. فده يعني سبيشاليست، يعني متخصص كلمه است. اولوجي يعني علم، يعني ساينس، يعني متخصص في علم الميتيور. ايه بقى الميتيور؟ الميتيور ده هو بيدرس الحاجات اللي هاي ان ذا سكاي. اللي فين؟ هاي ايه؟ in the sky. يعني ليه زي الهيت بيطلع فوق تحت؟ يعني ايه هاي in the sky بالعربي؟ في الهواء. الحاجات اللي فوق في السماء صح؟ يعني يقصد بيها ايه بقى؟ يقصد بيها الاتموسفير، الغلاف الجوي بكل التغيرات اللي بتحصل فيه، من رياح، من مطر، من humidity يعني رطوبة، من dryness او drought وهكذا. ف يعني ايه meteorologist بقى؟ دول الناس العلماء موضوع عندهم علم، متخصص في علم يعني عالم. عالم ايه بقى؟ بالاتموسفير اللي هو خبراء الارصاد الجويه. هؤلاء الخبراء الارصاد الجويه او الميتيورولوجيست اللي هم بيستدي بقى الويذر تشينجز والاتموسفير وهكذا، ويذر اند كلايمت تشينجز، مش ويذر بس، مش هنقول على الحاجات اللي من الصبح والليل وخلاص، فهمت كده؟ ومن خلالها بيقدروا يعملوا ما يسمى بالايه بقى؟ بالفوركاستنج، او ان هم يتوقعوا الايه؟ الويذر. خلاص؟ في عندك سؤال؟
حاجة ناقصة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.